وضعوها في جبل لكنه لم يعصمها من فساد النافذين. في الحدا مباني لمؤسسات حكومية لم ينتفع منها أحد. اختارت لها سلطة متنفذين هذا المكان البعيد عن مركز المديرية، فحل ذلك دون أدائها للواجب الذي من أجله أنشئت. فعلوا الإدارة حق الكهرباء في رأس الحي بعيد عن مركز المديرية، ما هيش حتى وسط قرية، فالمواصلات لها صعبة، ويأتي الناس للمراجعة في الكهرباء أو لمحاسبة فواتير سواء، وما فيش إدارة موجودة في مركز المديرية، فيستأجروا أحيانا لما معاش سيارة يستأجروا ويطلع رأس الجبل، لما يوصل لرأس الجبل يوصل الإدارة مغلقة ما أحد، والمدير في صنعاء طول عمره في صنعاء يطلعوا له الملفات لا صنعاء. مبنى الكهرباء لا شيء يسكنه سوى الخراب. هذه المرافق التابعة له غدت خاوية على عروشها، والأكثر جرما من هذا أن معدات تقدر قيمتها بالملايين مرمية إلى جوار هذا المبنى في وقت يحتاج إليها العديد من أبناء المناطق الأخرى. لا موظفين ولا دوام ولا إدارة، هكذا هو حال هذا المكتب، مغلق من قبل الفساد منذ فترة. أنا واحد من اللي عانوا، عندما يجي يربط الكهرباء عاني، طلعت الجبل 20 مرة تقريبا لجل أرجع الكهرباء، وارسلت الملف حكي لا صنعاء، أرسلوهم سلمت لهم أنا لبعض الموظفين وطلعوا لا صنعاء، وبعدها ضاع الملف، وبعدها رجع فعل الملف ثاني، وأتابع مشكلة كبيرة الواجهة بالنسبة للكهرباء عندنا. المعهد المهني هو الآخر شاهد على فداحة الفساد وسوء الإدارة هنا. مبان واسعة ومساحة كبيرة، لكن سلطة القوس حرمت المواطنين من خير هذا المعهد لبعده عن قراهم وندرة وسائل النقل واحتياجات الطلاب الراغبين في الالتحاق به. موضوع المعهد المهني فعلوه هنا خلنا في قرية صح، ما تقول صرحوا شعلة وعندنا مديرية يفعلوا في المديرية، والمديرية هي أهم شيء كل شيء، والمجتمع كله ما يصير يدرس في المديرية، من بعد يدينا كفاية هناك حتى الطالب ما يصير يطلب الله يهم يستأهل، ما يصير شيء هناك، ما يصير معه هناك من يكافي ولا من يدرس. لكن في المدينة قدي تعتبر مركز المديرية هو الأهم. لم يعد الأهالي يعولون على إكمال هذا المشروع المتعثر إطلاقاً، ذلك لأن اختيار مكان المعهد في هذا الجبل قطع كل أملهم وقضى على أحلامهم.